طبعا يا شباب، في الفيديو ده هوريكم ازاي نزود الانشانتمنت ليفل بتاع اي حاجه انشانتد. فانا هحط على السورد دوت. فاول خطوه هنعملها ان احنا هنعمل انشانت للسيف ده بالانشانتمنت اللي احنا عايزينه يتقوى. فانا هجيب اي انشانتمنت، هجيب شاربنس، وهجيب انفل. ده اول حاجه. بعد ما تعمل له انشانتنج هتحتاجوا تنزلوا ابلكيشن برضو هو اسمه بلوكتوغرافت. بلوكتوغرافت دون ابلكيشن اللي هو ده. عشان تنزلوه اول حاجه تروحوا في البلاي ستور، تكتبوا ماينكرافت اديتور، تدوسوا بقى، تنزلوا تحت لحد ما تلاقوا مربع غريب كده، هتدوسوا عليه هتنزلوه. انا منزله. فهتخشوا عليه، تختاروا الورلد اللي فوق، هتدوسوا على السهم، هتدوسوا، هتجيبوا من الجنب كده حاجه، هتدوسوا على سنجل بلاير ام بي تي، هتدوسوا على اللمعة الحمراء دي. هننزل تحت لحد ما نلاقي كلمة انفنتوري اللي هي بالبرتقاني، هتدوسوا عليها تفتح لك كل ده. هتفتح اول واحدة هتلاقي الحاجة اللي انت عملها انشانت. فطبعا يا شباب لازم هبقولكم، بعد ما نعمل الجزء ده لازم تحطوا الشورد فين عشان تلاقوه في اول قناة. فهتروحوا للتاج، هتلاقوا كل الكلام ده. هتروحوا في كلمة تاج، هتروحوا بكلمة انشانت انش، هتدوسوا اللي تحتيه، هتدوسوا على ليفل، هتمسحوه، تكتبوا الليفل اللي انتوا عايزينه. والماكس هو 9000 اللي هو صفر، قصدي 9000. بس كده كده. بقى ندوس على العلامة الغريبة، ندوس اوكي. بقى نرجع تاني لماينكرافت سنة واحدة يا شباب كده. طبعا يا شباب نكمل. لازم تحط الدايموند شورد الانشانتد في الحتة دي، بس في الحتة بتاعة الانفنتوري. طبعا يا شباب انتوا هتحطوه في الجزء ده من الانفنتوري قبل ما نعمل كل ده. فهو دلوقتي مش انشانتد، مفهوش اي حاجة بيعمل بس 13 دامج. عشان اصلح الموضوع ده هنطلع برا. طبعا يا شباب تقدروا تعملوا اللي انا عملته ده على اي حاجة، على اي شيلد، اي حاجة. بقى كان اخش الورلد تاني. طبعا يا شباب انا عندي قناة تانية بعمل فيها حاجات على الجافا اديشن برضو، وهبقى اعمل حاجات القناة دي على الجافا اديشن. بس نجيب حوالي 100 سبسكرايب. طب يا شباب البتاع نجح بقى، انشانتد دلوقتي. لو جبنا مثلا سولسنت وسكال 1 2 3، لو جبنا وزر هي بس فل. نكمل بس يا شباب، معرفش ان اعملها بس فل وانا في كرياتيف. يبقى نورمال، هنجيب الوزر تاني بس سيف. ايه راسك بتوجعك؟ بتجري ليه وبتلف فجأة؟ وسر ولا كلمة. طبعا يا شباب تقدروا تعملوا نفس الموضوع مع الاندر دراجون، عشان اساسا الوسر عنده هيلث اكتر من الاندر دراجون، قصدي اندر دراجون. وهي النزر ستار عشان احنا موتناه في اول ضربة، عشان احنا موتناه. طبعا يا شباب تقدروا تعملوا كده على اي حاجة، بس لازم كل حاجة مرة واحدة. مثلا عملت انشانتل ده احطه في التشيست، اعمل انشانتل واحد تاني
كده يا شباب، فاتمنى يكون عجبكم الفيديو وسلام.